نرحب بالحضور الكرام الأخوات والأخوة في ملتقى التجمع القومي حول ندوة انتديها الأخ إبراهيم شريف والدكتور الكويتي محمد الكويتي بعنوان الضرائب نعم ولا. خلينا العنوان يوحي بأنه لسنا ضد لسنا مع، يعتمد على كيف ستكون وكيف سيكون موقف دافع الضرائب وشنو اللي بتترتب عليها من استحقاقات. لا أحب أن أخذ دور المنتدين، أترك لهم المجال ليخوضون في هذا الموضوع الذين مقبلين عليه قريبا. مع أن بدي مع الدكتور محمد فليتفضل. أصحاب اليسار باليمين. ها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الضرائب أعتقد الحين أصبح موضوع الساعة، موضوع ساخن في البحرين وفي منطقة الخليج بشكل عام. يتصور لي يمكن بعضهم في وضع شوية أفضل، لكن أعتقد أن التفكير بدأ وكله عندنا مثال اللي هو ضريبة القيمة المضافة اللي كل دول الخليج اشتركت فيه. المهم أن أعتقد الحديث عن الضرائب كذلك لا ما ينفصل عن الحديث عن الاقتصاد بشكل عام، فهو جزء من السياسة الاقتصادية المتعلقة بالشق النقدي، فهي السياسة النقدية وتعنى بإدارة واردات الحكومة المالية وسبل إنفاقها وفق سياسات تشجع جوانب معينة من الاقتصاد وتنفذ سياسات اجتماعية وتنموية. فالحديث كذلك مرتبط بإيرادات الدولة ومصدرها وكفاءة الأجهزة اللي تدير هذه الإيرادات، مرتبط بالحالة الاقتصادية بشكل عام وقدرة الدولة على سن وفرض قوانين الضرائب، وأخيرا مرتبط بمختلف المصالح المتنافسة في الدولة. إيش قد وقت عندنا؟ 15 دقيقة 20. الدول تمر بمرحلة حرجة، طبعا المرحلة تفرضها التراجع في أسعار النفط، سواء كان من حيث تأثير العرض وتأثير الطلب. يعني التكنولوجيا قاعدة تتقدم وتقلل يمكن من الطلب على النفط، وفي نفس الوقت العرض يزيد على الطلب وتنخفض الأسعار. فبشكل عام أعتقد الأسعار، أسعار النفط مرجح أن هي تبقى في هالمستويات، ارتفعت ذاك الأسبوع 63 تراجعت شوي، لكن أعتقد ما بتوصل المستويات اللي كانت عليه. وبالتالي فقضية فرض الضرائب يمكن هو الحل يكاد يكون الوحيد. المشكلة هي في مسألة فرض الضرائب، ليست في الوسائل أو الطرق والتقنيات. الضرائب موجودة ومعمول فيها من قرون، يعني بعد مو سنوات، حتى قبل في القرون 17 و18 كانت تفرض ضرائب بطريقة أو بأخرى. لكن بالنسبة لنا اليوم احنا نعيش في مجتمعات شوية مختلفة وتحتاج تعرف اشياء اكثر من مجرد
أن تأخذ منه ضريبة وخلاص. ففي هالمرحلة يمكن الحكومة همها هو الاستقرار الاقتصادي ووضع حد للدين العام والعجوزات في الميزانية. هذه قاعدين يحاولون في الوقت الحاضر من خلال بعض الإجراءات التقشفية، لكن في نفس الوقت كذلك تحاول أن هي ما تأثر على المواطن بشكل كبير، خوفا من التأثيرات اللي ممكن تحدث. فإذا هناك معادلة دقيقة يمكن مو من السهل التوصل لها، بين أن أنا أضبط الميزانية وأحقق استقرار اقتصادي، وبين أفرض رسوم وضرائب بشكل أو بآخر، أو أن أنا أقلل من الأمور اللي كان المواطن معتاد عليها. ففي نهاية المطاف أعتقد نتفق، يمكن كثير من الناس يتفقون بأن الضرائب حل لابد منه، لكن كيف أفرض الضرائب وحجمها وطريقتها هذه يمكن فيه اختلافات كثيرة. لكن عموما الضرائب ممكن تكون ضرائب دخل تفرض على الكل، يقول على الطبقة العالية شوي، الدخول العالية، ضريبة ثروة إذا كان هذه فيها إمكانية، ضريبة الأرباح على الشركات بحيث يراعي بعض الاعتبارات للمستثمرين ولا يؤثر على تحفيز الاقتصاد. لكن هذه سواء كانت ضريبة دخل أو ضريبة رأس مال أو ضريبة أرباح حكومية، في تحديات كبيرة تواجه مجتمعاتنا بشكل خاص الخليجية اللي لم تعتاد على قضية الضرائب. فأعتقد من أول التحديات اللي تواجهنا هي أن الضرائب لا تعالج المشكلة بشكل جذري، والسبب أن أو في نظري على الأقل أن في وضعنا الحالي معتمدين بنسبة كبيرة على البترول، على النفط. اليوم يمكن حوالي 60-70% من الميزانية نفط، يمكن أكثر بالنسبة حق إيرادات الدولة، لكنه على مستوى الناتج المحلي يمكن أكثر بكثير. ففي هالحالة فرض ضرائب معناته أن أنا أخذ ضريبة من الرواتب، خلينا نفترض أنها ضريبة دخل، من الرواتب اللي أنا معطهم إياها من فلوس النفط، فأنا أدفع حق الناس من فلوس النفط وبعدين أخذ منها ضرائب. الشخص اللي أعطيته الراتب بعد يشتري بضائع من السوق، وهذه كلها فلوس النفط اللي قاعدة تدور وأخذ منها ضرائب. طيب النفط الحين إحنا يمكن في قناعة كبيرة بأن النفط لا وقت وينتهي. طيب الحين فيها تراجع النفط، هذه معناته أن الناتج المحلي يمكن يتأثر ويقل، وبهذه الضرائب كذلك بتقل. ففي هالحالة نحتاج أنك توسع القاعدة الضريبية. توسيع القاعدة الضريبية يحتاج إلى نجاح في تنويع الاقتصاد، وهذه صار لنا مدة طويلة نتكلم فيه وإلى الآن ما تمكننا منه. فبدون هذه توسيع القاعدة الضريبية وبدون تحقيق نجاح في تنويع مصادر الدخل على أساس أقدر أخذ ضرائب من أموال مستقلة عن النفط، ففي هالحالة أعتقد بيكون التحدي هو تحقيق نجاح في هالمجال. هذه يمكن يحتاج إلى نقاش على مستوى كبير، على مستوى
مجلس النواب إذا كان فيه عنده إمكانية، إذا على مستوى المؤسسات على مستوى الحكومة يطلع بنتيجة، لكن في الوقت الحاضر هذه بشكل أحد النقاط اللي علينا نتعامل وياها. ثانيا نحتاج إلى خلق مناخ من الثقة في نظام الضرائب. الثقة تحتاج إلى قدرات إدارية وتشريعية وقضائية تمكن الدولة من جباية الضرائب بكفاءة وعدالة مقبولتين. مثلا لو ننظر إلى الدول الغربية عندها قدرة أن هي تفرض ضرائب على الجميع، وضرائب لعدة أسباب، أن عندها مشاركة مجتمعية، عندها مستوى عالي من الشفافية والإفصاح، عندها ففي هذا كله يساعدها على أساس أن هي تستطيع أن تفرض ضرائب. بالنسبة لنا هذه الثقة في الوقت الحاضر ليست في المستوى اللي ممكن يعتمد عليه. التحدي الثالث في مسألة اتخاذ القرار على من ستفرض الضرائب. هذه في عندنا يمكن نسبة كبيرة من الناس رواتبهم حسب وزارة العمل في حدود 300-400 دينار أقل، هذه يمكن الشريحة ما بتقدر تدفع ضرائب دخل، ونتكلم عن ضرائب الدخل لسبب بسيط وهو أن الضرائب الاستهلاكية أعتقد مجالها محدود من ناحية، ومن ناحية ثانية هي في الواقع غير عادلة لأنها تأثر على الفقير أكثر من ما تأثر على الطبقة الميسورة من حيث القدرة على الدفع، ومن حيث حتى كنسبة من الدخل. يعني الواحد اللي يدفع 10 دينار ضريبة وراتبة أو رسوم خلينا نقول أو ضريبة استهلاك راتبة 300-400 دينار غير اللي يدفع 10 دينار وراتبة 2000-3000 أو 10 أو أكثر. فهذه الرسوم والضرائب الاستهلاكية أعتقد توقف أو وقفت تقريبا. الحين إذا قلنا ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية هذه فبتكون محدودة. سمعنا فيجر اليوم أظنتي أو أمس في حدود 700 مليون، بس أنا أشك في هذا الفيجر، مر من وين جاي هذه؟ يعني مو معقول يعني إنك تحصل هالمبلغ من الضرائب هذه، فهذه مشكوك فيه. فهي بتكون قليلة ما بتحل المشكلة. الحل هو في ضريبة الدخل، بس كيف وعلى من تفرض؟ ففي أسئلة كثيرة، يعني من اللي بتشملهم، كيف ستكون آلية الإفصاح عن الأرباح والثروة؟ يعني أنت لما تفرض ضرائب دخل على الشركات، وعلى في الشركات الخاصة يمكن 90% عندنا أو أكثر، فكيف هذه بتكون عملية الإفصاح؟ ففي تحديات كثيرة إدارية وقانونية اللي ممكن تكون محتاجة إلى حلول، والحلول يمكن تكون مو بسهلة. رابعا عندنا مسألة التعامل مع المال العام. طبعا طبيعة المال العام الحين بيختلف، فلما نقول المال العام هو إيراد النفط يختلف عند المواطن البرسبشن ان الحين عندنا مال عام من جيبي من الضرائب، فأصبحت العملية الحين مختلفة. كيف بنتعامل وياها؟ هل بتستمر مسألة التعامل ويا مثلا تقارير الرقابة المالية أو الفساد اللي يمكن ما يطلع في هذه التقارير؟ فوجود ضرائب تصبح مصدر للقلق وتوتر اجتماعي، يمكن يكون تأثيره الاجتماعي والسياسي كبير، فهذه يحتاج إلى معالجة. يعني ما هو المال العام؟ كيف أتعامل وياه؟ شلون كيف أوزعه؟ هل بالإمكان نحقق الشفافية والإفصاح بشكل بحيث انه يعني يعطي ثقة عند الناس بأن المال العام يعامل بطريقة
حرفية وبطريقة شفافة. وبعدين يعني كيف ببرر الصرف البذخي في الوقت الحاضر اللي موجود والكل يتكلم عنه في السابق، وما زال مسألة مال فلوس النفط أو مال العام يعتمد على النفط، بكرة هذه العملية والمعادلة بتتغير، فكيف أنا بتعامل وياها شلون؟ فهذه كلها مصادر توتر تحتاج إلى يصور لي علاج. خامسا، في فرض ضرائب يمثل توازنات بين مختلف فئات المجتمع وطبقاته. فأنت لما تقول بافرض ضرائب على التجار طبعا لهم مصالح، طيب أنا التاجر ما بيسكت، يعني لما تفرض عليه أرباح بيبتدي الحين يمكن يشكل له تكتلات. يمكن في السابق ما كان في حزب سياسي أو جمعية سياسية تمثل التجار، لكن الحين لما يصير مسألة نقاش عن الضرائب، التاجر يبي يدافع عن نفسه. أنت بتقول والله بندفع ضرائب بنسبة مثلاً 20% على الأرباح، أرباح الشركات. طيب هو الحين يبي يحول هذه من التجار إلى 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 فئة ثانية في المجتمع، يمكن ليش ما تأخذون على الموظفين؟ فيبتدي الحين المجتمع يتكتل بسبب هذه الضرائب. فالتجار رجال الأعمال لهم مصلحة في تقليل الضرائب على الأرباح، بينما الموظف له مصلحة في تقليل الضرائب على الدخل، والثري له مصلحة في تقليل الضرائب على الثروة وعلى انتقالها. يعني مو بس الدخل، كذلك مسألة ضريبة الثروة وضريبة رأس المال، هذه كلها تدخل في عملية التوازنات والمصالح اللي بتتشكل في المجتمع وتكتلات. سادسا، الحاجة للتنسيق مع دول المنطقة، هذه بعد يمثل تحدي. يعني احنا في البحرين مرتبطين باقتصاد الخليج، فأنت لما تفرض ضريبة في البحرين شنو تأثيرها على الحركة التجارية مثلا أو الشركات؟ شنو اللي يضمن أن الشركات ما بتنتقل إلى دولة ثانية من دول الخليج؟ إذا فرض ضريبة على رأس المال ممكن يهرب في مكان ثاني. ففي هذه بعد تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى تنسيق بين دول الخليج لمعالجتها. ففي الوقت الحاضر يمكن هذه بيكون شوي صعب حسب التوترات الحالية، ولكن هذه يمثل تحدي من التحديات اللي أعتقد أننا نحتاجها. احنا لو بالنسبة للضرائب، يعني كتقدير الواحد ما يقدر يحط تقديرات دقيقة لأن عندنا الأرقام ولا نعرف التفاصيل، لكن يمكن تتحصل في حدود إذا فرض ضرائب على الدخل بشكل عام وعلى الثروة بشكل عام، إذا الدخل يمكن 10% يمكن تحصل من احنا الناتج المحلي في حدود 13 مليار، يمكن تحصل مليار و300 ألف ك10% من الناتج المحلي. بس حتى 10% يمكن صعب تحققها لأن عندك طبقة محدودة كبيرة، لكن نقول يمكن يكون معقول. بس هذه ما بكفي، تحتاج كذلك ضريبة على رأس المال والثروة، فهذه يمكن بعد يعطيك في حدود مليارين، يجوز إذا كان في حدود 3% أو 2% 3% من تقريبا نقول تقدير 60 مليار، ففي عندك في هالحدود، فممكن الضرائب تحل المشكلة. لكن هذه التحديات اللي بتواجهنا في مسألة فالتعامل مع هذه التحديات يتطلب التوصل إلى صيغة من الإصلاح تضمن مشاركة الجمعيات السياسية في الانتخابات بشكل مكثف، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من الجمعيات السياسية، وأن تكون هذه الجمعيات ممثلة حقيقية للمجتمع، تقوم على مصالح وأيديولوجيات وطنية ديمقراطية وليست انتماءات فرعية. لأن
تحتاج إلى تكوين مجلس نواب يختلف عن المجلس الحالي لمناقشة وإقرار قضايا الضرائب. يعني مثلا في عندنا الحين الضريبة اللي أقرت مؤخرا الانتقائية، كثير من الناس تكلمون ليش بس هذه الثلاث، وهل يعني ما في خطورة من أنها تتوسع الحكومة في السلع اللي وصفوها بأنها ضارة، فهذا الوصف متى يوقف وعند أي حد يوقف؟ ففي أشياء كثيرة تحتاج إلى مناقشة لما تكون العملية أكثر من مسألة ضريبة انتقائية، لما تكون ضريبة على الدخل وضريبة على الثروة، فبتشوف الناس حتى ردة فعل المجتمع بتكون غير ردة فعل عن الضرائب اللي الحين موجودة. فأنا أعتقد إن 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 القضية قضية كبيرة، ولكن ما في حل ثاني، بس المهم إن إحنا نجد صيغة بحيث إن كيف نتعامل ويا الوضع. عندنا المجتمع التجاري يمكن مطلوب منه والقوى الوطنية المختلفة إنها تبتدي تنظم نفسها وتستعيد حيوية وفاعلية الجمعيات المهنية كذلك. يعني في عندنا حين جمعيات اللي تقريبا ناموا، الحقوقيين، الاقتصاديين، الاجتماعيين، فهذا لين يحتاج إحيائهم على أساس يشاركون في قضية الحوار وقضية التقييم. فأنا أعتقد أن هذه التحديات اللي تواجهنا اليوم، والصور أنها مو قليلة، و يعني كأنها تطلب من ليست فقط الحكومة بدرجة الأولى، ولكن المجتمع بشكل عام يحتاج أنه هو يتحرك ويغير من السلبية اللي موجودة، بحيث أنه يكون عنده مجال يدافع عن مصالحه اللي بتكون إن شاء الله تكون تطرح في نقاشات ولا تأخذ قرارات بشكل فوقي. وشكراً.